انظر بنفسك، ماذا حصل عندما قررت النوم لأربع ساعات يومياً؟ هل تفكر أحياناً في إيجابيات أن تحصل على مزيد من الساعات في يومك؟ سيوفر ذلك الوقت الكافي لمختلف النشاطات، العمل، الهوايات، الأصدقاء والعائلة، أو حتى التكاسل وعدم عمل أي شيء. ولكن كف عن الحلم ولنعد إلى الواقع. إن الوسيلة الوحيدة لذلك تكمن في تقليص ساعات النوم. ولكن هل هذا ممكن من دون تحويلك إلى شخص متعب ودائم التذمر؟ آخ، حسناً. اتصل الجانب المشرق برجل قرر في يوم من الأيام أن النوم للضعفاء فقط، ونظم روتينه اليومية بحيث لم يترك للنوم سوى من ساعتين إلى أربع ساعات. إليك ما قال. من أين جئت بهذه الفكرة؟ تقول الإشاعات إن أصحاب العقول الكبيرة أمثال ليوناردو دافنشي ونيكولا تسلا وسالفادور دالي ومجموعة أخرى من العباقرة مثلهم مارسوا ما يسمى بالنوم عديد الأطوار، وهذا يعني أنهم ينامون ما بين الساعة وأربع ساعات يومياً فقط مثلي. باختصار، إن النوم عديد الأطوار نمط حيث تخفض جذرياً وقت النوم خلال الليل وتضيف بضع قيلولات من 20 إلى 30 دقيقة خلال النهار. يبدو الأمر ضرباً من الجنون، لكنك في النهاية ستحصل على بعض الأيام الإضافية في كل أسبوع. إن أهم مرحلة من النوم تلك التي تسمى نوم حركة العين السريعة، وهي تدوم ما بين 20 إلى 30 دقيقة بالضبط، وتكون وقت الذروة ليستعيد دماغك طاقته ويستريح. على غرار العديد من الناس، غالباً ما أحتاج لمزيد من الوقت، ففي كل شهر أقرر أن أبدأ بالتردد إلى المسبح بانتظام، لكنني بدلاً من ذلك أتوجه نحو البيت فأستلقي على الفراش أو أقيم احتفالاً ماراثونياً من مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب. أتأخر عادة على اجتماعات العمل وأؤجل المهام المهمة إلى اليوم التالي، لكن في إحدى المرات طفح الكيل بي وقررت أن الوقت قد حان لاختبار النوم عديد الأطوار، ربما يكون الحل المعجزة لمشاكلي كلها. قبل المتابعة عليك أن تعرف أن النوم عديد الأطوار يأتي بعدة جداول زمنية يمكنك الاختيار من بينها، فإذا أردت المحاولة يمكنك اختيار أحد الجداول العادية الخمسة أو اتباع الجدول الخاص بخيرة الناس في التاريخ، مثل وينستون تشرشل الذي اختصر نومه إلى 6 ساعات ونصف في اليوم الواحد، أو نيكولا تسلا الذي فضل أن ينام لساعتين وعشرين دقيقة. يمكنك أيضاً أن تشكل برنامج نوم خاص بك، قد تجد على الإنترنت بعض الجداول الحاسبة للوقت التي قد تساعدك. في النهاية اعتمدت جدول نوم يقتصر على 4 ساعات من النوم خلال الليل وقيلولتين من 25 دقيقة كل واحدة في خلال النهار، أخذ الأولى بعد وجبة الغداء والثانية عند العودة من العمل. جاءت الأيام التالية على النحو الآتي. اليوم الأول بدأت التجربة بصراحة بشكل رائع. ذهبت إلى الفراش في 1:30 بعد منتصف الليل، ونهضت في 5:30، وبقي الكثير من الوقت الزائد قبل الذهاب إلى العمل. فتوصلت أخيراً إلى إنهاء ترتيب البيت وتنظيفه وإعداد لائحة أعمال أنفذها خلال الأسبوع. ولتطبيق الجدول الزمني أخذت معي إلى العمل قناعاً للنوم وسدادات للأذنين، وذهبت بعد الغداء إلى مكان هادئ لأسترخي تماماً وأحاول النوم. حاولت أيضاً عمل الشيء نفسه في المنزل، لكنني لم أغفو خلال 25 دقيقة. آمل أن يتغير ذلك في الأيام القادمة. اليوم الثاني، قبل البدء في هذه التجربة تحدثت مع بعض الأشخاص الذين جربوها وتوصلوا إلى تطبيق نمط النوم هذا بشكل ممتاز. لقد حذروني بأن الاعتياد على النمط الجديد يتطلب بضعة أسابيع، وأنه خلال فترة التأقلم بالتحديد خلال الأسبوعين الأولين ستشعر وكأنك ميت أعيد للحياة. وهذا ما حدث لي تماما في اليوم الثاني، كنت متعبا للغاية ومرهقا معنويا. اليوم الثالث، في هذه المرحلة لم أعد أميز ما بين اليوم والغد، إذ تحولت الأيام كلها إلى غيمة وضباب، لكنني تمكنت أخيراً من النوم خلال استراحة 25 دقيقة، لكن ذلك لم يشعرني بالراحة، وكنت أسأل نفسي بين الحين والآخر، ما الهدف من هذا كله؟ ربما علي الذهاب إلى الفراش. تطلب الأمر الكثير من الجهد والإرادة لتخطي تلك المرحلة الصعبة والمثابرة في الاختبار. اليوم الرابع، أصبحت الحالة الذهنية الضبابية تلك حالتي الطبيعية، فإذا جاء شخص يحدثني كنت أقف وأنظر إلى الأمام بعينين فارغتين، إذ أن المحادثة بل حتى الإجابة ببساطة عن الأسئلة تتطلب مجهوداً وطاقة. قضيت معظم وقتي أحدق في الفراغ في الأيام الأربعة الأولى، تغير حتى شكلي إلى الأسوأ طبعاً.
كنت شاحبا جدا وعيناي محتقنتان بالدم مع دوائر سوداء تحتهما. هل الأسوأ قد مضى وستتحسن الأمور الآن؟ اليوم الخامس، بدأت أتأقلم قليلا مع برنامج النوم الجديد، فما أن أغمض عيني لقيلولة 25 دقيقة حتى أغفو في نوم عميق لأستيقظ مسترخيا بعض الشيء قبل الموعد المحدد. كان لدي أوقات فراغ كثيرة خلال الليلة، فقررت أن أطالع عددا أكبر من الكتب وأشاهد أفلاما وثائقية أكثر. في واحد من هذه الأفلام تعرفت على قبيلة برازيلية تدعى بيراها. إن أفراد هذه القبيلة لا يخلدون لنوم حقيقي أبدا، بل يستندون إلى شجرة من وقت لآخر ويستريحون بقيلولة تدوم 20 دقيقة. يعتبرون أن من ينام لفترات طويلة يفقد ذاته. إنه تأمل باطني عميق، أليس كذلك؟ ما يساعد هؤلاء أنهم لا يحبون النوم بأي حال. اليوم 67. اعتدت أخيرا على النوم عديد الأطوار. كلما استيقظت من القيلولة شعرت كأنني قضيت ساعات من النوم العميق بدلا من الدقائق 25. اختفى الانغلاق الفكري والغموض تماما وعاد النشاط في العمل إلى طبيعته. بدأت أنجز أعمالا أكثر مما تخيلته ممكنا. كنت أطالع الكتب وأشاهد الأفلام في كل ليلة وتوقفت تماما عن شرب القهوة، وعلاوة على ذلك بدأت أخيرا أتردد على المسبح. عدت من جديد إلى المسار الصحيح. من اليوم 8 إلى 10، تحسنت قدراتي على الإبداع والتحمل بشكل ملموس، لأنني تمكنت من إعادة شحن دماغي واسترجاع قوتي في وقت قصير. بدا الوقت من بعد قيلولة بعد الظهر كأنه يوم كامل آخر، فاستطعت إيجاد الحل الأنسب لمشكلة لم أقدر على حلها من قبل. لقد اختفت أيضا علامات الإرهاق الواضحة كلها واسترجعت بشرتي نضارتها. استمر تجربتي بنتائجها العظيمة. كنت على ما يرام وأكثر إنتاجية من أي وقت مضى. من اليوم 11 إلى اليوم 14، في هذه المرحلة قررت عدم الالتزام بأي برنامج ومحاولة إعطاء جسمي صلاحية اتخاذ قرار الاستراحة في وقت الحاجة. كنت حقا مرتاحا لهذه الطريقة. ضغطت على نفسي أكثر لكي أكتشف حدود طاقاتي، وبقيت ساعات النوم ليلا تتقلص أكثر فأكثر. تبين أن النوم لساعتين ونصف الساعة في كل ليلة يكفيني، خاصة أنني أستفيد من قيلولات النهار. إذا أردت تخصيص وقت أقل للنوم في الليل، ما علي سوى إضافة قيلولة ثالثة، وهذا نظامي المتبع حاليا. إيجابيات النوم عديد الأطوار وسلبياته. الإيجابيات: الإنتاجية، يمكنني إتمام قائمة الأعمال اليومية كلها قبل وقت الغداء. إن لم يكن ذلك هدفك فلا أعرف ما قد يكون. أصبح بإمكاني حل أي مشكلة وإتمام الأعمال المتبقية. لا حاجة بعد الآن للمنبه. بدأت ألاحظ أني دائما أستيقظ قبل رنة المنبه، لكن من دون أن أشعر بالغضب وبكل الاستعداد لإتمام مهام النهار. الطعام الصحي: كان من الصعب الخلود للنوم بمعدة مليئة، لذلك وخلال فترة الاختبار تناولت وجبات خفيفة ومأكولات طبيعية. جاءت النتائج واضحة تماما. اختفى الشعور بالثقل في المعدة وأصبحت أكثر نشاطا واستطعت توفير بعض المال. الأمر حقا يستحق المجهود. مزيد من الكتب والتمارين الرياضية. مع تقليص ساعات النوم تمكنت من إيجاد الوقت الكافي لتطوير نفسي جسديا ومعنويا. قرأت كل الكتب التي كنت أريد مطالعتها وبدأت أتردد إلى النادي الرياضي والمسبح. ونتيجة لذلك كله فنادرا ما أصاب بالمرض، بل على العكس كنت جبارا أكثر. السلبيات: تتحول الأيام إلى غيمة وامضة واحدة. اعتدنا جميعا على التفكير بأن الأيام سلسلة من غسق يليه فجر وهكذا، ولكن في النوم عديد الأطوار تتحول الأيام كلها إلى تيار من الوقت لا نهاية له. الغسق والفجر إشارات تعلم الناس بوقت النوم أو الاستيقاظ لا أكثر. التخلي عن الاحتفال: أعتقد أنني دخلت خلال هذه التجربة مرحلة من حياتي أكثر جدية ونضوجا عقليا، فابتداء بذلك الوقت توقفت عن الاحتفالات الليلية الجنونية مع الأصدقاء. وطبعا لا داعي لأن أتكلم عن الكحول، فهو يفسد البرنامج كله. تتطلب الإنتاجية بعض التضحيات على ما أظن. صحياً لا تناسب الجميع. التغيرات الجذرية في عادات النوم في بداية التجربة صعبة جداً على جهازك العصبي والدورة الدموية. كن حذراً وأدي أبحاثك الخاصة لتستعلم أكثر عن الموضوع قبل المباشرة.
أفكاري بعد التجربة. إذا كانت حياتك بمثابة لائحة واحدة طويلة من أعمال لا يسعك إنجازها كلها، فالنوم عديد الأطوار سيناسبك. ولندع المزاج جانبا، فقد أصبحت أكثر إنتاجية وازداد وقت الفراغ، مما يسمح لي بعمل كل ما يخطر في بالي وأكثر. ولكن من جهة أخرى فذلك ليس بالأمر السهل، خصوصا أن العالم أجمع يتبع أسلوبا مختلفا تماما. لن يتفهم أصدقاؤك أو عائلتك إذا قلت لهم أنك لا تستطيع الخروج معهم أو تطلب منهم إيقاف فيلم لأنك بحاجة إلى قيلولة، غير أن ذلك بجميع الأحوال قرارك الخاص، استعلم عنه أولا وبعدها يمكنك المباشرة. إن كان التغيير الجذري هذا لا يناسبك فلا تقلق، ثمة طرق أخرى يمكنك اتباعها لتحسين إنتاجيتك. الشرط الأول، إن كنت تريد إتمام عمل ما، أن تغلق هاتفك. قد يبدو الأمر سخيفا، لكن الهاتف من أكثر الأمور تضييعا للوقت، إذ قد تجيب على رسالة خطية من هنا ثم تقرأ خبرا ما من هناك، وبعد بضع دقائق تفتح حساب إنستغرام وتتفحص صور المشاهير أو تتناقش مع الغير في موضوع جديد عبر تويتر. ضع هاتفك جانبا أو ضعه في وضع الطيران، وصدقني ستتحسن إنتاجيتك. من جهة ثانية، توقف عن انتظار الوقت المناسب. كلما أردت عمل شيء ما باشر به، لأن العقبات والحواجز موجودة في رأسك. ففي واقع الحياة لا يهم إن بدأت شيئا يوم الاثنين أو الخميس، فما يهم حقا ذلك المجهود الذي ستبذله. أما الأمر الثاني الذي قد يعيقك فهو مكان عمل فوضوي. إن لم يكن مكان عملك مرتبا فلن تستطيع أبدا إنهاء عملك بسرعة، لأنك ستخسر وقتا في محاولة إيجاد ما تحتاج إليه وستتوتر أكثر. رتبه جيدا وحافظ عليه مرتبا. من المعروف أيضا أن الأشخاص في محيطك لهم تأثير كبير عليك، فابتعد كليا عن السلبيين والمحبطين. فلن يفيدك أبدا أشخاص دائمو الاكتئاب من دون سبب، سواء بطاقة إيجابية أو بإلهام، فهؤلاء سينتقدون أفكارك كلها ويدفعونك إلى التشكيك في نفسك. أخيرا، أنصحك بأن تتعلم أن تقول لا. إنها كلمة سحرية على الجميع معرفتها. لا تحمل نفسك الكثير من الأعمال، خصوصا تلك التي لا تهمك بشكل خاص. وقتك ثمين، فعليك صرفه على ما يثيرك ويجلب لك السعادة. هل عندك أي نصيحة تعطيها لمن يطمح في أن يصبح أكثر إنتاجية؟ شاركنا أفكارك في قسم التعليقات أدناه. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، فربما ستجد أحداً يريد اختبار النوم عديد الأطوار معك. انضم إلى قناتنا لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.